مع حلول شهر رمضان المبارك استقبلت المساجد والجوامع ليلة أمس المصلين لأداء صلاة التراويح بعد رفع الإجراءات الاحترازية عن الصلاة في المساجد والجوامع كلياً والسماح بالصلاة بطاقة استيعابية كاملة. في هذا الصدد أكد المهندس يوسف أحمد نور مدير إدارة الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن الإدارة قامت بتأهيل وتجهيز جميع الجوامع والمساجد في مختلف محافظات المملكة لاستقبال المصلين. أن إدارة الأوقاف السنية قامت بتهيئة وتجهيز الجوامع والمساجد في مختلف محافظات مملكة البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، علما أن المساجد تحظى بالرعاية والاهتمام طوال العام، ولكن يزيد هذا الاهتمام في شهر رمضان المبارك حيث يتطلب مضاعفة الجهود من الجميع حتى تصبح بيوت الله جاهزة لاستقبال المصلين ولضمان راحتهم وتأدية عبادتهم في أجواء مريحة ومناسبة. حيث قامت الإدارة ولله الحمد والمنة افتتاح عدد 7 مساجد جديدة في مختلف مدن المملكة خلال الأسبوع الماضي إلى اليوم. طبعا جميع المساجد مفتوحة ولله والحمد والمنة، ممكن الدخول لها برفع جميع الاشتراطات الموجودة، إلا أن بعض الأخوة وكبار السن وغيرهم من باب الاحتراز ما في ما يمنع أن يبقون على الكمام، والكمام هو عبارة عن يعني أمر احترازي وليس إلزامي لجميع المصلين.